معنا دلوقتي لقاء مهم مع اثنين من الشباب الأفارقة من نيجيريا وأوغندا، واللي تخرجوا من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة. هذا اللقاء اللي قامت بيه ليندا عبد اللطيف. تعالوا نروح نتابع مع ليندا ونرجع مرة تانية. على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، بيسعدنا أن ينضم إلينا خريجي دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب. يسعدنا أن ينضم إلينا الزميل من نيجيريا. نعم، أنا من نيجيريا ويسعدني أن أكون هنا في مصر، وأيضا سيد فرابو من دولة أوغندا. هل يمكن أن تخبرنا قليلا بخبرتك هنا في المنتدى؟ بالطبع، لقد شاركنا مشاركة فعالة في برنامج التدريب الرئاسي، وذلك وكان يحدون في هذا رغبة كبيرة في فهم ما يدور في القارة الأفريقية وفهم تلك العلوم الإدارية والتنفيذية التي يتم تدريسها. وطبعا كنت قبل هذا أسمع عن أهداف التنمية المستدامة 2030، لكن لم أكن أعرفها، لأن أصبحت أعرفها جيدا. بالطبع أنا درست في OEP، وهو برنامج شديد التنوع والثراء. كنا كذا رئيسي في العمل في أوغندا يتحدث إلي عن أهداف التنمية المستدامة وأهداف الألفية 2030، لم أكن أعلم عنها الكثير. أصبحت الآن أثقلت معرفتي بها وزادت واتسعت درايتي بها، وأعلم جيدا المشكلات التي تكتنف مجتمع اليوم في أوغندا. عندما قلت لي قبل التسجيل إنك ستعود إلى نيجيريا وتعمل في إحدى المنظمات غير الهادفة للربح، Prince, you told me earlier that you work back in Nigeria in a non-profit organization. Could you please tell me how are you planning to make use of the experience? كيف إذن كلنا ستستفيد من هالخبرة التي اكتسبتها هنا؟ عندما درست إدارة الأزمات وعندما أعود إلى مجتمعي ودولتي في نيجيريا، سأحاول أن أفيدهم بما تعلمته هنا من معلومات. كيف مثلا تعلمت كيف نوقف موجات الهجرة المتتالية؟ كيف نعمل على تسوية النزاعات المسلحة؟ كيف نفتح آفاقا واسعة من الفرص الواعدة أمام الشباب الأفريقي ليسهم في تنمية بلاده؟ وعندما أعود مرة أخرى إلى نيجيريا، إلى دولتي الأفريقية، بالطبع سنسهم جميعا نحن الأفارقة في رفع شأن قارتنا الأفريقية. ماذا بعد عودتك إلى أوغندا؟ ماذا ستفعل بما تعلمته هنا من معلومات؟ عندما كنت تعلمت هنا علمت الكثير عن أهداف التنمية المستدامة وأهداف الألفية، وبالطبع عندما أعود إلى أوغندا سأعمل على تنفيذ هذه الأهداف وتحدث إليهم بشأن ضرورة مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف الألفية وتحقيق التنمية الاقتصادية وكل ما تعلمته هنا. بالطبع إن مواجهة تغير المناخ والهدف رقم 13 في أهداف الألفية. ما هي الرسالة وحضرتك أيضا ما هي الرسالة التي توجهها إلى شباب الأفارقة؟ ماذا تسأليني عن الرسالة التي أوجهها لشباب الأفارقة؟ أقول لشباب الأفارقة، لشباب أفريقيا، كونوا أقوياء، كافحوا من أجل تحقيق أهدافكم، اعملوا على الارتقاء بشأن بلادكم. إن لقد أصبح لدينا القدرة البشرية والتنمية البشرية الكافية لنرفع من شأن بلادنا. ما هي الرسالة وحضرتك أيضا ما هي الرسالة التي توجهها إلى شباب الأفارقة وخاصة في أوغندا؟ أقول لهم اتحدوا ونظموا ووحدوا صفوفكم نحو تحقيق أهدافكم التي تصبون إلى تحقيقها. إنني أشجع الشباب جميعا هناك في أوغندا وفي سائر القارة أن يتعلموا وأن يكونوا على دراية بأهداف التنمية المستدامة وأهداف الألفية وأن يعملوا على تحقيقها. شكرا لكم، شكرا جزيلا. Thank you so much, Prince. يعني مشاهدينا كان معنا Prince من نيجيريا وكرابو من يوغندا، وهما خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة.